السلام عليكم، مرحبا بكم في حصتكم كرياتيف سبورتز الرمضانية. اليوم لدينا حصة خاصة بعضلات الصدر. لدينا 4 تمارين سهلة موجهة للمبتدئين والمتقدمين، يلا معي نشوفهم. قبل ما نبدأ ما ننساش أني نقوم بتسخين المفاصل على الأقل 10 دقائق لتفادي أي إصابات أو تشنجات عضلية. تمرين أولي لضخ الدم إلى العضلة على الأقل 8 تكرارات وهو تابع للتسخينات. نبدأ بأول تمرين حيث وضعية اليدين يكونوا قراب على بعضهم وفي مستوى واحد مع عضلة الصدر، به نمس عضلة الصدر كاملة. بالنسبة للمبتدئين الوضعية السهلة كالآتي. أما بالنسبة للمتقدمين راح نهز رجليا باه نزيد ثقل، وكل ما هبطت وطلعت ببطء زاد الضغط على العضلة.
نمر إلى 80 ثاني اللي راح نقيس فيه خط الوسط لعضلة الصدر. وضعت اليدين على شكل حبة فروماج. بالنسبة للمبتدئين الوضعية السهلة كالآتي: أما بالنسبة للمتقدمين نهز رجلية باه نزيد ثقل والضغط على العضلة ولا ننسى العمل ببطء. التمرين الثالث اللي يمس الجزء الوسط والعلوي بنسبة كبيرة وهو تمرين مهم جدا. راح نحط رجلية على كرسي او اي مكان حيث انه تكون وضعية الجسم مائلة للامام نحو الاسفل. بالنسبة للمتقدمين الوضعية كالآتي: واخيرا التمرين الرابع الذي يمس الجزء السفلي لعضلة الصدر. نشوف كرسي او اي شيء نرتكز عليه حيث نكون مائل الى الامام نحو الاعلى بالنسبة للمبتدئين كالآتي: اما بالنسبة للمتقدمين حاول انك تركز وتخدم ببطء في البداية فهو تمرين جد مفيد. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. إلى أن نلتقي في مواعيد أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. صحة فطوركم.